لدى لقاء سموه بوفد دبلوماسي مصري، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر على ضرورة تلبية طموحات شعوب الدول العربية في تحقيق تضامن عربي أكثر قوة تمثل جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الأخرى مفاتيحه للثقل السياسي والاقتصادي ودورها المؤثر إقليميا وعالميا. ودعا سموه إلى أن تكون المواقف العربية أكثر صلابة وأشد قوة في رفض وصد محاولات استهداف الأمة في وحدتها وأمنها واستقرارها، ولا سبيل أمامها إلا بالتعاون العربي وتفعيل محاوره عبر دور أكبر لجامعة الدول العربية، ويستثمر رأس المال العربي في الدول العربية دعما للتعاون العربي. وقد أدان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة، مؤكدا أن الإرهاب هو عمل مشين لا إنساني وممارسة دخيلة على الأمة العربية وشعوبها، مؤكدا سموه أن المؤامرة التي تستهدف جمهورية مصر العربية لن تنجح حتما طالما بقي شعبها صفا واحدا في الحفاظ على أمن واستقرار بلاده. لافتا سموه إلى أن أمن مصر من أمن البحرين، وأن أمن البحرين من أمن مصر، ولن تنسى البحرين أبدا المواقف المشرفة والمساندة الجمهورية لجمهورية مصر العربية. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية اليوم وفد دبلوماسية شعبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة الذي يضم نخبة من السياسيين والمفكرين والأدباء والصحفيين والفنانين، وذلك بمناسبة زيارة الوفد لمملكة البحرين لتقديم الشكر والتقدير إلى مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على الموقف المشرف لمملكة البحرين تجاه مصر الشقيقة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة تتطور وتشهد تناميا مستمرا لحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي فيما بينهما في مختلف المجالات، وبما يجسد ويلبي طموحات الشعبين الشقيقين. وأشاد سموه بمواقف جمهورية مصر العربية الشقيقة والمساندة لمملكة البحرين المساندة لها ولنصرتها للقضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، مؤكدا سموه أن الدور الريادي لمصر في محيطها العربي والإقليمي والدولي يعد دورا محوريا لا يمكن إنكاره. ونوه سموه إلى أن الدول العربية تواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخها الحديث، وعلينا نكون أكثر وعيا في التعامل مع هذه التحديات وأيضا بالخروج منها، ونحن أكثر قوة وتماسكا بما يحفظ أمن دولنا واستقرارها. وقال سموه إن الوضع العربي اليوم يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية في تحديد علاقاتنا الدولية من منظور عربي وإسلامي يقوي القدرات العربية حتى تكسب رهان الحاضر والمستقبل، فالعرب قوة حقيقية اقتصادية وسياسية متى ما شدت من تواصلها وأرست وعملت على إنجاز خططها التنموية في عالم تكتسيه المصالح المتبادلة. وشدد سموه على ضرورة أن تكون الشعوب العربية أكثر يقظة وتماسكا في مواجهة ما يحاك للمنطقة من مخططات، مؤكدا سموه أهمية تلاقي إرادات الشعوب والتفافها حول راية أوطانها ضد كل من لا يريدون للأمة العربية خيرا. وأكد سموه أهمية تطور الموقف العربي إزاء القضايا التي تهم العرب لتأخذ هذه الأمة مكانتها، وللإسهام بشكل فاعل في تقوية أي جهد عربي يستهدف وحدة الموقف.
نشكر سموك شكر جزيل، جئنا لنقول لكم شكرا، فإذا بنا نتعلم دروسا مستفادة من هذا اللقاء الجميل الذي حدث اليوم. جئنا لنقول لكم أننا نعرف البحرين جيدا ونريد توثيق علاقتنا بالبحرين وأن لدينا علاقات تاريخية طويلة، فإذا بك تفاجئنا بفيض من الحب الغامر لمصر. جئنا لنقول لكم أننا معكم في نضالكم من أجل الحفاظ على وحدة البحرين، فإذا بك تؤكد لنا أن وحدة البحرين لن تكون أمنة إلا في ظل علاقات قوية وعلاقات مصرية وخليجية قوية. سمو الأمير، نشكر لك استقبالنا، نشكر لك مواقف دولتكم الرشيدة. هو أولا أن احنا نرحب بالأخوة المصريين في زيارتهم لبلدهم البحرين، والأخوة المصريين في زيارتهم هذه هم طبعا يشعرون أن هم في بلدهم، والشكر إذا جئتوا حاملين الشكر للبحرين فالشكر أيضا لكم على ما قدمتوه في الماضي والحاضر، وإن شاء الله في المستقبل عملنا يكون عمل جماعي لحماية أمتنا لأمنها واستقرارها، من أجل أمنها واستقرارها. فأهلا وسهلا بكم، وهذه زيارة تشرفنا بمقابلة الأخوة، ونتمنى إن شاء الله أن نتبادل هذه الزيارة بأكثر من مرة واحدة. والله يا أخي أنا هذه الكلمات خارطة الطريق وغيرها، إحنا ليس ضالين أن نريد لنا خارطة الطريق، طريقنا معروف، مواقفنا معروفة من سنين، ونتمنى أن نسير على هذا الطريق اللي رسموه لنا من سبقونا في هذه العلاقات، اللي احنا اليوم نفرح بشوفنا لبعضنا بعض، ونتمنى ان شاء الله ان الله يوفقنا على السير جميع في هذا المسار. وان شاء الله لما نتكلم عن جمعنا ومواقفنا المجتمعة نتكلم ان شاء الله املنا كبير في هذه المنطقة، في بلدانكم بلدان الخليج، أن يكون عندنا الاتحاد اللي بدأ إن شاء الله الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين، ونتمنى أن نكون جادين في أن نوحد أنفسنا مثل ما وحدوا العالم الآخر أنفسهم في اتحادات كثيرة حفظت لهم أمنهم واستقرارهم أكثر من أن يكونوا فرادة. الإرهاب في رأيي هو دخيل على بلداننا، والإرهاب لازم له مرجع، ويجب علينا أن نتغصى هذا المرجع وننهيه ونوقفه على أساس توقف المد للإرهاب وجماعة الإرهابيين. الإرهاب عمره ما خدم أي بلد ولا خدم من يقوم به أو يؤيده، فإذا موقفنا واحد في قضية الإرهاب. لا الإرهاب سواء كان اللي حصل على البلدان العربية أو حتى البلدان الأخرى، لا نقبل أن يصيب أي أحد من خلال إرهاب أو من خلال أمور دخلت علينا ليست من